قدرت. معانا النجم الجميل محمد الجوهري، بنرحب بيك في بابارازي. اهلا وسهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وكل سنه طيبين. كلمني الاول عن تواجدك النهارده في مهرجان النخبه، ده بيمثل لك ايه؟ والنهارده هتتكرم ولا ايه؟ والله انا جاي، انا اوريدي هنا في شركه اسمها لايف بارك، دي شركه ريل استيت كبيره قوي على مستر هاني. كلمني بقى عن اعمالك في رمضان، يعني ايه اللي كانت صعوبه في تجسيدك في اعمال رمضانيه، مثلا من حيث الوقت، من حيث الجهد كده؟ والله انا عملت مسلسل طاقه نور مع النجم هاني سلامه، اخراج الاستاذ رفعت عبد العزيز، كان مسلسل حلو جدا وكان فيه اكشن وتعبنا فيه جدا عشان هي جديده على هاني سلامه، الموضوع كان متعب قوي ليه فعلا، وكتمثيل وكاداء وكحركه. وعملت حاجه تانية، مسلسل هذا المساء مع النجم اياد نصار، اخراج الاستاذ تامر محسن. دول مسلسلين عملتهم السنه اللي فاتت الحمد لله. والله هو من المسلسلات المهمه في رمضان جدا الحمد لله، ولقيت مشاهده حلوه جدا، وان شاء الله بنحضر فيلم تاني، حاجه جديده جدا، هي كلها شباب يعني. الفكره او معرضوا عليا الفكره، انا لك انت هتخش بقى في ايه بقى بالجايب الجديد؟ محمد الجوهري يعمل لنا ايه جديد؟ الجديد ان في فكره فيلم ان شاء الله سينما جديد، فيلم اسمه عاملين عليها حفله، حاجه كوميدي وفي نفس الوقت دراما، القصه حلوه جدا كلها وجديده. لما كلموني قلت لهم ما فيش مشكله عندي خالص، انا اللي عجبني الورق حلو قوي، انا من نوع الناس اللي ما بهتمش باي حاجه غير الورق، لو الورق والشخصيه كويسه جدا بعملها. يعني شخصيتك فيها؟ شخصيه، هقول لك شخصيه، حد فيلن تعبانات يعني هو بيحاول يجذب البنات بطريقه معينه، بنات الليل هو واصحابه، فالحمد لله شخصيه جديده عليا اول مره اعملها. يعني كوميديه يعني نقدر نقول عليها كوميدي، وفي نفس الوقت دراما فيها مسج مهمه قوي ان شاء الله هيعجبكم يعني. ميرسي جدا ليك، يا رب دايما ناجح وفي طاقه. وميرسي جدا، ومسير بابارازي متابعين اول باول جديد، وربنا يوفقكم وكل سنه طيبين. بابارازي أقوى موقع فني في مصر.